بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أخبركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وأفضل حال. جايلكم بفيديو جديد. يا ترى إيه هي أسباب زيادة الرزق؟ هو في أسباب لزيادة الرزق يعني؟ دي أيوة طبعا، فهنشوفها واحدة واحدة، وعشان بس نركز أكتر هخليكم مع المنظر الجميل اللي ورايا ده تتفرجوا عليه ونحكي مع بعض. يلا نبدأ الفيديو مع بعض. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ايه هي اسباب زيادة الرزق؟ اسباب زيادة الرزق يا احبابي عندنا كتير جدا، زي التقوى، الاستغفار، الدعاء، التسبيح، التوكل على الله، صلاة الضحى، قيام الليل. التقوى فهي يعني التقوى يا احبابي باب كل خير والمانع من الوقوع في كل محرم، وهي من الأسباب التي تفرج الكروب وتجلب الرزق. ومن يتق الله يجعل له من كل ضيق مخرجا. إذن التقوى من أسباب زيادة الرزق. تاني حاجة الاستغفار. الاستغفار يا أحبابي سبب في زيادة الأرزاق، سبب في استجابة الدعاء. احنا قلنا قبل كده كتير ان الاستغفار لما بتغفر ذنوبك الله عز وجل بيستجيب لك. الذنوب بتمنع استجابة الدعاء، الذنوب بتمنع زيادة الرزق. فانت لما تستغفر الله عز وجل يغفر ذنوبك، فبالتالي الارزاق تزيد، سبحان الله. ثالث حاجة الدعاء. احنا عارفين يا احبابي ان الدعاء هو الوسيلة التي يتواصل بها العبد مع ربه، وبه يطلب العبد ما يشاء من تفريج كرب او شفاء مرض او سعة رزق او ازالة بلاء او اي شيء انت محتاجه. رابع نقطة التسبيح. فيسبح المسلم الله في كل زمان فيثقل ميزانه او يثقل ميزانه، ولعل الله بثقل ميزانه يرزقه. خامس نقطة يا احبابي وهي التوكل على الله. فيعتقد المسلم في نفسه أن الله تعالى هو المعطي والمانع، وأن لا أحدا غيره يستطيع أن ينقص من رزق الآخر شيئا ولو فعل ما فعل. يعني مهما تعمل رزقك مش هيزيد ولا هينقص إلا بأمر من الله عز وجل، وهذا هو التوكل على الله. الله هو الضار، الله هو النافع، الله هو الرزاق، الله هو المعطي، الله هو المانع، الله عز وجل بيده كل شيء. ستة صلاة الضحى. وطبعا صلاة الضحى يا أحبابي فيها الخير الكثير. يعني في حديث قدسي فيما معناه يعني ان انت لما بتصلي 4 ركعات بتكفيك في اول النهار، بتكفيك لاخره، سبحان الله. سابع نقطة الزواج. فقد توعد الله تعالى للفقير بالغنى ان تزوج. رقم 8 الولد. الولد مش مقصود بيه يا احباب اللي هو الولاد الذكور يعني، لا، الولد معناه الانجاب بصفة عامة سواء ذكور او اناث، عشان بس الامر ما يختلطش على حد. فهو من اسباب الرزق، وقد نهى الله تعالى عن الامتناع من الانجاب بسبب الخوف من الرزق. فكل مولود يرزق او يولد ورزقه يأتي معه. فانت ما تقولش انا هخلف هصرف منين، هجيب منين، هأكل منين، الكلام ده كله كلام فاضي، لان سبحان الله كل مولود يأتي والله عز وجل يرزقه. الله عز وجل يعني بيخلقه ويأتي الرزق معه. فما تقولش انا مش هخلف، انا همتنع عن الانجاب عشان معيش، هجيب منين؟ انت مش بترزق، مش انت اللي بتجيب، الله عز وجل هو الذي يرزق. 9 يا أحبابي صلة الرحم. يعني صلة الرحم يعني الواحد مهما تكلم فيها، يعني سبحان الله الناس اللي بتقطع الرحم دلوقتي يا أحبابي ما بقاش في حجة ان انت مش لازم تروح تزور. دلوقتي الموبايل والنت ما يعني وسيلة سهلة جدا، يعني ده برضو صلة رحم، ان انت تتصل بحد وتكلمه بنية صلة الرحم وبنية ادخال السرور على قلب مسلم. فدي صلة رحم، ما تكسلش وكلم ناس، شوف بقالك كتير ما سألتش عن مين وما كلمتش مين، ودي في حد ذاتها صلة رحم. فما تبقاش ماسك الموبايل ال 24 ساعة وما بتسألش على اللي منك. فصلة الرحم دي حاجة مطلوبة منك طبعا وعليها تؤجر، سبحان الله. فهي من أعظم أسباب السعة في الرزق، هي ايه؟ صلة الرحم، سبحان الله. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أبي
من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. سبحان الله، وانت عايز بقى ربنا يوسع لك في رزقك كده، صل رحمك. شوف انت بقى قطعت مين، حاول تكلمه تزوره. طبعا الزيارات الناس اللي بتعمل ان هي حجة بقى ان هي تكلفة وكده، اتصل بالموبايل، اتكلم صوت وصورة، اتكلم اتصال بس، ان شاء الله حتى برسالة، دي صلة رحم. سبحان الله، يعني مفيش اسهل من كده. 10 يا احباب الصدقة، وما ادراك ما الصدقة. واحنا قلنا قبل كده كتير قصص عن ناس، يعني طبعا عن فضل الصدقة وعن الناس اللي بتداوم على الصدقة وعاملها يعني شيء اساسي في حياتها كده، ازاي الله عز وجل بيبارك لهم، يعني سواء كان الانفاق قليلا او كثيرا، فالله عز وجل ينمي المال بالانفاق منه، ولا يعد الانفاق نقصانا للمال بل نماء له. سبحان الله. يعني وفي حديث بيقول ايه، يا ابن ادم يا ابن ادم انفق عليك. سبحان الله، وما نقص مال من صدقه، مهما تتصدق عمر مالك ما هينقص، بالعكس الله عز وجل ينمي المال بالصدقات. فدي 10 نقاط، والنقطة 11 قيام الليل يا أحبابي من أسباب زيادة الرزق. يبقى عندنا قيام الليل، الصدقة، صلة الرحم، الولد أي الإنجاب سواء ذكور أو إناث، الزواج، صلاة الضحى، التوكل على الله، التسبيح، الدعاء، الاستغفار، التقوى. فكل ده يا أحبابي من أسباب زيادة الرزق. فلو أنت عايز الله عز وجل يسع لك في رزقك، اعمل الحاجات دي واعملها بنية خالصة لله عز وجل، ثم بنية ان الله عز وجل يبارك لك في رزقك وان يسع لك في رزقك، وان دي اسباب لزيادة الرزق ليس اكثر من ذلك. وبكده يا احبابي خلصنا فيديو النهاردة، وسامحوني على صوتي لو هو تعبان شوية يعني وكده، سامحوني شوية تعب بسيط كده يعني، والحمد لله بقيت احسن. فضلا بقى نبص على اول تعليق مثبت في لينك الفيس والانستجرام وقنواتنا التانية، اشتركوا فيها، بننزل فيها محتويات مختلفة هتستفيدوا منها بإذن الله. وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.